طبعا، لانه الفكره انه اساء لمنى زكي وعدد اخر من الفنانين، وسب وقذف وطعن في اعراض كافه الفنانين، وهذا الامر اللي طبعا هب وانزعج الدكتور اشرف زكي، يعني كعادته يدافع عن الفن والفنانين، وطلب مني احرر بلاغ، وده اللي حصل. ويعني ان شاء الله قريبا يعني هيبداوا تحقيقات مع هذا الشخص. دي جزئيه، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، الجزئيه الثانيه بعد بيان النقابه امس اللي اصدره دكتور اشرف زكي سياده النقيب، رد حزب النور على حضراتكم في البيان، وقال انه حضراتكم بتدافعوا عن الاباحيه والشذوذ. يعني هو ما انا يعني حاطه الكلام على الشاشه لانه الانفوجراف لامم المساله بشكل واضح، بس خليني اقولها لحضرتك وهو موجود معنا على الشاشه كده. حزب النور يهاجم اشرف زكي ونقابه المهن التمثيلية لموقفها من أصحاب ولا أعز. نقابة المهن التمثيلية دفعت عن عمل يروج للإباحية، الفيلم يسوغ الانحلال والإباحية والعلاقات الجنسية المحرمة لكل فئات الأسرة. دعم نقابة المهن التمثيلية لهذا الفسق والفجور أمر غريب، الأمر له بعد آخر لدى القائمين على النقابة والمدافعين عن هذا الفجور. تقريبا دعم هذه الأعمال المشينة ده حاجة نذير شؤم على العباد والبلاد، وقال إنه ده ضياع لحق الدين والحياء والأخلاق. تعقيب حضرتك سيادة المستشار. طبعا من حقهم ينتقدوا العمل زي ما قلت، لكن هم ما فهموش ما قرروا السيد النقيب من بيانه. سامي النقيب بيتحدث عن حرية الإبداع وحرية الفن، ولكن لم يدافع زي ما قلت، ما دافعش عن العمل بعينه، كان ينظر في بيانه إلى الحرية بشكل عام، إلى مهنة التمثيل والحفاظ عليها والهجوم عليها والاقتراب من الممثل ومضايقة الفنانين في عملهم. يعني احنا كنقابة مهن تمثيلية ردكوا ايه هيكون على حزب النور بشكل محدد يا ست المستشار؟ والله طبعا انا هعرض الامر على دكتور اشرف زكي، وطبعا احنا ناس لا نملك سوى ان احنا نمتلك الورقة والقلم، والنيابة العامة هي الفيصل بين اي شخص واي شخص يسيء اليه، يعني لا نملك الا هذا الامر، والنيابة تحقق، وإذا كان في إساءة موجودة بيحال الشخص المسيء للنيابة العامة. وحضرتك ما شفتش البيان اللي طلعه حزب النور، واضح كده؟ لا، ما احنا عرفنا من حضرتك بقى، فإيه هبلغ دكتور أشرف. لا، هو بالظبط زي ما أنا قلت لحضرتك كده، وأكد إنه مصر دولة دستورية حديثة ذات مرجعية إسلامية، والمادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. لا، هو يعني هو كده بيصدر فكرة أنه نقابة المهن التمثيلية ملهاش علاقة بالعمل، ولا النقابة منتجة لي ولا لها علاقة ولا حاجة. النقابة بتتحدث بشكل عام زي ما حضرتك اتكلمتي في بداية الحديث عن الواقع. نعم. وزي ما قلت لابد أن يكون هناك نقد، وحتى لو نقد سلبي ولكن بيكون نقد بناء. نعم. عشان صناع الدراما بياخدوا الأفكار من احتياجات الشارع، لو الشارع نفر من عمل معين ما بيتكررش، لأنه بيعود على المنتج بخسائر والرقابة بترفضه، ففلوس المنتج هتضيع. طيب أنا أتمنى أنه حضرتك سيادة المستشار وسيادة النقيب دكتور أشرف يقروا بيان اللي نزل على الفيسبوك من المهندس سامح بسيوني رئيس الهيئة العليا لحزب النور في البيان اللي طلعه تعليقا على بيان حضراتكم، لأنه الحقيقة في كلام صعب جدا بيقول إنه هل وصل الأمر بنقابة مصرية الدفاع عن فيلم يسوغ لكل فئات الأسرة الانحلال والإباحية والعلاقات الجنسية المحرمة خارج إطار الزوجية. يعني واضح إنه حضراتكم لازم أرجوك تطلعوا على مقاله حزب النور. ربنا يخليك وشاكر. هو دور النقابة هنا يا فندم، كمان قبل ما أشكر حضرتك وأختم معك، دور النقابة هل لا ثانية واحدة، هل
يعني الحقيقة التطاول بشكل غير طبيعي على منى زكي على السوشيال ميديا، هل هيتاخد إجراء ضد من سب وقذف منى زكي أو أحمد حلمي، ولا ده مش هيبقى دور النقابة؟ طبعا النقابة بتقف يعني بجوار أي فنان حتى من أصغر فنان، في فنانين مش معروفين وشباب صغيرين لسه مغمورين والنقابة بتقف بجوارهم أكتر من النجوم، يعني في بعض النجوم بيمروا. هل النقابة هتتعامل مع رفع أيضا بلاغ لمعالي النائب العام في كل ما تم من سب وقصف لمنى زكي وأحمد حلمي على السوشيال ميديا؟ طبعا على السوشيال ميديا طبعا طبعا، دول نجوم كبار وأعضاء نقابة المهن التمثيلية ونقابتهم يجب أن تقف بجوارهم، ودكتور أشرف ما بتأخرش زي ما بقول لحضرتك عن الشباب الصغيرين. نعم. فما بالك النجوم والرموز دول، يعني نتمنى أعضاء في النقابة ودكتور أشرف والنقابة يعني ما بيتركوش أبنائهم أبدا. بشكرك سيادة المستشار شعبان حسين، بشكرك فندم مستشار قانوني لنقابة المهن التمثيلية.